الإنسان لا يمكن أن يتقي. واحد يقول لك طيب يصيبني وسواس على كذاك إذا كان كل صغيرة ستهلكني. نعم صحت بذلك الأخبار في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن دقائق الأمور التي قد يستهين الإنسان بها يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أليس كذلك؟ كلمة، وقال مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يهوي بها في النار، يهوي بها في النار. قال مثل ما تحقرون من ذنوبكم كمثل قوم نزلوا واديا فأتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود ثم أشعلوا به نارا عظيمة. وقال صلى الله عليه وسلم يقول من أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء فإن استغفر محت، إذا استغفر زالت، وإذا أذنب زادت، تضاعفت النكت السوداء حتى يعود القلب أسودا ثم يعود كالكوز مجخيا. الكوز يعني مكبوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ويبلغ بعد ذلك به الحال إلى المرحلة التي قال الله عنها كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأشد من ذلك ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هذا كله لما تتراكم صغائر الذنوب يطهرها أن الإنسان يصلي ويتوضأ ويستغفر وإماطة الأذى والتبسم في وجه الأخ المسلم وإعانة الملهوف وصلة الأرحام، وهذه أعمال البر تمحو الذنوب وتكنسها. شريطة اجتناب الكبائر، شرط اجتناب الكبائر. هكذا علمنا الله سبحانه وتعالى. لا يستهين الإنسان بالذنب الصغير ويقول سيغفر، لأن أهل الكتاب قالوها من قبل وسطرها الله في القرآن لتعتبر الأمة هذه. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. خلف وخلف، ما الفرق بينهما؟ خلف وخلف، الخلف هو النسل الخبيث، النسل الخبيث. إذا فخرت بآباء لهم نسب، نعم صدقت ولكن بئس ما نسلوا. الخلف هو النسل الخبيث، والخلف هو النسل الطيب. الله قال فخلف من بعدهم خلف، ما قال خلف، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، وإيش يقولوا بعدين؟ ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ما عندهم مشكلة، يقول الله بيغفر، الله غفور رحيم، الله واسع المغفرة. من قال هذا الكلام؟ من قال؟ والله تعالى قص هذا الكلام لنقتحمه ونتجاوزه ونقول نحن شعب الله المختار. قالها قبلك أهل الكتاب، قالها وجعلهم الله عبرة لكل ذي لب لبيب وعقل أريب. اعتبر الذين قبلك قالوا هذا. وقال فخلف من بعدهم خلف ورث، خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ما قال أشركوا، ما قال أشركوا، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات يعني عصوا الله وارتكبوا الكبائر فسوف يلقون غيا. إلا من؟ إلا المسلمين، إلا الموحدين، إلا المؤمنين، إلا المتشهدين، إلا المهللين. هذا خرابيط بني أمية، هذه خرابيط بني أمية. القرآن يقول إلا من؟ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب
ما قال إلا من وحد، لأن يجيك بعض الناس يقول كل مسلم توجب للرحمة. كل منين جبت هذه الفكرة كل مسلم توجب للرحمة؟ أبدا، كل تائب يستحق أيضا ما توجب له، لأنه لا يجب على الله شيء، لكن يستحق التائب رحمة الله ومغفرته.